Shout out.
يا مساء الخير، يا مساء السعادة. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل أيامنا كلها أعياد وعيد سعيد علينا وعلى كل الدول العربية وعلى مصرنا الحبيبة. كل سنة دايما ومصر في أمان واستقرار، كل سنة وإحنا حياتنا هادية وبلادنا آمنة ودايما في سعادة. طبعا النهارده في ايام العيد دايما بنحب نزهر كل حاجه جديده وكل حاجه تدخل على قلوبنا فرحه وتدخل على قلوبنا سعاده وبهجه. يمكن ما فيش احسن من يكون معايا في الحلقه فرقه استعراضيه بتقدم تراثنا او بتهتم بتراثنا. طبعا يسعدني ان يكون معايا في الحلقه النهارده فرقه براعم شمس النوبه، وبرحب بضيوف اللي موجودين معايا طبعا في الحلقه. الاستاذ شمس حسين، مؤسس فرقه شمس او براعم شمس النوبه، اهلا يا بحضرتك اهلا يا بيك، استاذ يا شمس، اهلا فيك. نورتني. مس سلمى مشرفه الفريق، طبعا اهلا بحضرتك يا مس سلمى، نورت الدنيا كلها. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانتم طيبين. والكتاكيت الصغيرين طبعا منوريني، احمد والاء وامر ومحمد، نورتوا الدنيا كلها. كل سنه وانتم طيبين. عمو شمس، مبدئيا انا عايزه حضرتك بس تعرف الساده المشاهدين بعمو شمس وفكره براعم شمس النوبه. كل عام وانتم طيبين، حضرتك ومصر طيب. دايما في خير وسلام، وعام سعيد على الشعب المصري، ومصر دي ام الدنيا كلها. فكره الاطفال دي ان انا بحافظ على التراث تمام وبحافظ على الفن النوبي، تمام لان اي مجتمع لو فقد لغته، فقد ثقافته، فنه، فقد هويته. تمام فدي حاجه اساسيه جدا ان احنا بنخلي اطفالنا يحفظوا لغتنا، يحفظوا الثقافه بتاعتنا، فننا الجميل. دي اهم نقطه اللي احنا ابتدينا نعمل الاطفال الجمال دول، كان الهدف الاساسي ان احنا نحافظ على على التراث. التراث. بالظبط طيب بالظبط. يعني الفكره جت لحضرتك منين، او يعني او مستوحاه منين؟ يعني اكيد حضرتك مثلا ليك نشاط معين، نشاط ثقافي معين هو والله انا طبعا نائب رئيس النادي النوبي الثقافي، اهلا والنادي النوبي بحضرتك. الثقافي ده ليه دور انه بينشر الثقافه النوبيه، بيعلم الاطفال اللغه. عندنا مثلا ندوات عن الشعر والزجل، عندنا موسيقيين، في عندنا مركز تدريب لتعليم الاطفال الموسيقى النوبيه، لان طبعا ده جزء من ثقافه مصر العظيمه. يعني ثقافتنا النوبيه دي جزء كبير من ثقافه مصر. يمكن النادي او الفكره مستوحاه من عمل حضرتك في النادي اصلا. طبعا طبعا، وبنحاول على قدر المستطاع ان احنا نحافظ على فننا وثقافتنا. سمعنا ان في النوبه في قبائل وفي لغات مختلفه، صح كده؟ او النوبه لهجات. في طبعا احنا عندنا تعدد في الثقافات كده. النوبه دي اساسا في ثلاث اقسام، قسم الكنوز، وقسم الفدكه، وقسم العرب. تمام. وكل قسم من دول ليه مزيكته وليه لهجته، لغة النوبية، وليه فنه وليه إيقاعاته. يعني كل واحد ليه حاجته. طب هل يعني في تعدد كده؟ يعني مثلا عندنا ثلاث أقسام، هل كلهم بيبقوا عارفين لهجات بعض، ولا كل يعني لا، كل يعني فئة هو عارفة لهجتها فقط؟ اللهجة الكنزية بتختلف عن الفدكة، لكن احنا على قدر المستطاع بنحاول يعني نحفظ كلنا مع بعضنا، نفهم بعض، لأن احنا كلنا أبناء النوبة يعني. وكلنا ابناء كوش زي ما بيقولوا يعني. فطبعا ده شرف لينا ان احنا من ابناء مصر. وده طبعا اللغه النوبيه دي كانت اساس في حرب 73، طبعا كانت الشفره النوبيه، ده كانت حاجه عظيمه جدا، ودي شرف لينا وشرف للنوبيين كلها. حضرتك نورتني، وحضرتك اللي شرف وجودك في البرنامج حقيقه. لا يا تحت شمس، امرك. بالنسبه للثقافه النوبيه او التراث النوبي، ايه اهم ما يميز النوبه؟ النوبة طبعا قلت سيادتك الأهم حاجة في النوبيين الإيقاع. رتم الإيقاع ده يعني مجرد ما تسمع الإيقاع النوبي ده ما فيش أي واحد يقدر يمسك نفسه غصبا عنه، هيقوم يعني هيمشي مع الإيقاع وهيرقص وهينبسط. وزمان كان الفن بتاعنا كان اسمه الأراجيد. الأراجيد ده يعني معنيته الفرح. فكان بيقود الأراجيد ده فنان اسمه شعر. ده كان كل اعتماده على الدفوف، ما كانش فيه آلات موسيقية، كانت كلها بالدفوف. فالدفوف ذات نفسها كانت مختلفة الأحجام، ففي النهاية لما تيجي تسمع الدفوف كل واحد ليه شغل معين. يعني الدف الكبير ده ماسك أساس الشغل، الدفوف الصغيرين دول بيمسكوا حاجة اسمها نجرشات، فتجد وانت بتسمع كده كأن في مزيكا مش دفوف.
كل حاجه ليها ايقاع كل معين واحد معين، لكن في النهايه هتحس ان في موزيك مش ايقاع يعني. فالشعر ده طبعا كان بيغني لوحده طبعا، والافراح دي الاراجيب كان بتبقى في مكان كبير ولا في سماعات، لكن الشغل كان ما شاء الله يعني الفنان للكفاءة إن يقدر يغني في مكان واسع والناس هتقدر تسمعه، ولا ساوندات ولا سماعات. وكان من خلال الأفراح دي بيحصل اختيار للزوجة، يعني الشباب بيبقى واقفة صف والبنات واقفة صف، فبص الشاب من دول يعجب مثلا بجارة ما شافهاش، لأن أكتر عندنا في شيء من التحفظ يعني. تمام. فيبتدي مثلا تاني يوم يقول لها والله إزاي هختار البنت دي. فمن خلال برضك الأراجيل بتعمل توافق بين شباب في الزواج وحاجات من دي. تجمعات بيعرفوا عن طريقها. تجمعات طبعا دي بتعمل حاجات جميله يعني. تمام تمام. مس سلمى، اولا نورتيني، وايه الجمال والشياكه دي؟ ربنا يخليك يا حبيبتي. اكيد العيد ليه طقوس خاصه في النوبه. يعني يعني المراه بالذات ودورها في العيد. يعني لو بما ان حضرتك بقى سيده يعني عايزينك توصفي لنا طقوس العيد في النوبه. طقوس العيد اللي هو يوم الوقفه الست بتتحنى والاطفال بتتحنى وبيجي العيد الصبح بيبقى صلاه العيد، وبعد كده الذبيحه، واثناء صلاه العيد بيبقى بنطلع البلح والفشار والذبيحه بقى بعد ما بعد صلاه العيد على طول الذبيحه لازم الذبح بعد ما بيبقى فيه ذبح بعد في الفطار بقى طبعا السيدات كلها بتعمل الاكل وبتعمل الكبده بتاعت الخروف وبتطلع في السبيل. ايه الايه؟ السبيل؟ السبيل. السبيل بقى؟ السبيل ده بيبقى سبيل البلد. البلد اللي هي بيبقى البلد كل واحد فيه بلد. انا بلدي مرواو ففي سبيل مرواو. بنطلع في السبيل الكبده وعيش الدوكه. بمعنى ايه السبيل؟ زي مضيافه كده. دي المضيافه. دار للضيافه. تمام. وبعد كده بيطلعوا الكبده والعيش الدوكه، ده بيبقى الفطار. وكل البيوت لازم تطلع. لان بيبقى في ضيوف جايه من كل المحافظات، من القاهره ومن السويس واسماعيليه واسكندريه وكل المحافظات. دي ضيوف جايين للبلد عامه يعني ولا جايين يزوروا في العيد؟ لازم يعني كل الناس القاهريين وبالذات العيد الاضحى لازم في العيد الكبير يزوروا اهاليهم هناك يعني. بيتجمعوا بقى في السبيل. بيتجمعوا بقى في الرجاله. الرجاله بتبقى في السبيل. كل الرجاله اللي هي في اللي هو جايين زياره بيبقوا في السبيل. وبعد كده بيجي في الوقت العصر بيطلعوا الفته بقى. كل برضو البيوت كلها بيطلعوا في السبيل. طب ايه سر الحنه مع العيد؟ مع سر الجمال بقى بتاع النوبه. يعني الحنه عندكم هي رمز الجمال. دي حاجه اساسيه. دي حاجه اساسيه الحنه. تمام تمام. وبرضك في العيد عندنا اكتر الافراح بتكون موجوده في العيد. فطبعا ام العروسه او ام العريس عشان تيجي تعزم جيرانها في عندنا حاجه اسمها عجل، يعني زي فخار كده بيتحط فيه عطر. تخبط على كل بيت وتديهم من العطر ده، تعصر لهم ايديهم ويشموا، وفي نفس الوقت هي تدعيهم. ده كارت الفرح ما شاء الله. بالنسبة ده حد معين بيبقى مختص بكده؟ لا، الام العريس او ام العروسه. ام العريس او ام العروسه. تبقى ماسكه بقى الاجل ده وتلف على كل بيت، في عطر بقى، ريحه صندليه ومحلبيه. تعطر بقى كل المعازيم اللي جايين وتقول لهم انا فرح ابني بكره، فرح تعزمهم يعني. ده كانه ده زي كارت الفرح. دعوه بالظبط. ما شاء الله. وبعد كده بقى الزياره بقى كله لازم يروح لكله، لازم كله يزور كل البيوت تزور بعض، كل الاهالي تزور بعضها. يعني وبس كده العيد. لحد الفته وبعد كده بقى بتبدا زيارات عائليه. عائليه. طب هل في تجمعات او يعني او حفلات سمر بتبقى بالليل بتجمعكم كلكم مثلا على اغاني معينه للعيد؟ لا طبعا في العيد ده لازم بيبقى في حفلات سمر بتتعمل في البلد. قلت لك موضوع الاراجيل ده اللي هو بالدفوف ده حاجه اساسيه يعني. فدي طبعا مهمه جدا، لازم كل القاهريين دول بيروحوا هناك لان رايحين كلهم للافراح. يعني كل افراحنا دايما بتبقى في العيد. تمام تمام. وعندنا في طقوس معينه بالنسبه للعريس. لازم يوم الحنه ينزل النيل. يستبارك بميه النيل. تمام. وزمايله يمسكوا لمؤاخذه كرابيك كده يهزروا معاه كمداعبه، لازم ياخد دش كده في النيل الاول كمباركه يعني، لان النيل ده زي اللي احنا بنشوفه في الافلام فعلا بيحصل حقيقي. النيل بالنسبه لنا ده شريان الحياه. يعني احنا كنوبيين ما نقدرش نستغنى عن النيل يعني. النيل ده شريان الحياه بتاعنا.
نورتوا الدنيا كلها طبعا. كل سنه وحضرتك طيب وبخير وسعاده. وهاجي عند حبايبي الصغيرين بقى، هبدا من محمد. صح، الاول ارحب بيكم. انا اتعلمت من الحلقه اللي فاتت ان انا كده برحب بيكم. صح، طب انا برحب بيكم، المفروض تعملوا ايه؟ ابشر. اه صح كده، مش تردوا عليا. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. هتعمل ايه في العيد؟ هلعب واتفسح. هتتفسح فين بقى؟ اروح غرب سهيل. يعني انتوا بتقضوا العيد عندكم هناك في اللوبه؟ اه. يعني طول وقت الدراسه بتبقوا هنا في القاهره، وفي توقيت المناسبات بتروحوا هناك صح؟ اه. بتعملي ايه هناك يا الاء؟ بتروحي هناك تعملي ايه؟ ايه اكتر حاجه بتحبي تعمليها هناك؟ ها؟ انت ناسيه؟ بتروحي عند مين طيب هناك؟ بروح ما تتكسفيش، خلي محمد يقول لك. عند عمتي. اه. وبتعملي ايه عند عمته؟ بارك. بتتفسحوا فين؟ بتتفسحوا فين هناك؟ آمر. بتقضي العيد كورنيش. هنا؟ بتقضي العيد هنا في القاهرة ولا في النوبة؟ يا آمر ممكن يغني لنا حاجة للنوبة كمان. انت ساعات برضو بقضي هنا في القاهرة، وساعات برضو في أسوان. هناك في أسوان. بتحب هنا ولا هناك أكتر؟ لا هناك طبعا. حبيبي، طب إيه أكتر حاجة بقى بتحب تقولها أو بتحب تغني؟ بتغني نوبي صح؟ طب قول بقى، سمعنا حاجة. أيوة. إيدين دوي إرني تلاقي، أيوة إيدين دوي إرني تلاقي، أسرين باتا أسرين باتا، فنت تواجي واني توني تجاجرتر، أبي روسي الساقة فقطر، إن دون يلوتي إن دون يلوتي، فيسكا فنت فدري، أيرنا إيرنا إيرنا، فيسكا دري، أيرنا أيرنا إيرنا، فيسكا دري. كل سنة وانت طيب يا جميل. أنا دروا أليلوغو سجرقوا. ننقل بقى لمحمد علشان لأحمد علشان وقت البرنامج. شكرا على الكلام الحلو ده اللي انت قلته، بس انا المفروض تنزل لنا بالترجمة، بس انا هقول احمد. محمد، احمد، احمد، بتروح النوبة عند مين يا احمد؟ وايه اكتر حاجة بتحبها هناك؟ بسرعة بسرعة، بتحب مين هناك؟ بروح هناك عند قرايبي. حبيبي، طبعا انا سعيده بوجودكم معايا في الحلقه، وطبعا يمكن من مصدر السعاده والبهجه في العيد وجودكم النهارده معانا على شاشه قناه الصحه والجمال في ايام العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين. واعزائي المشاهدين، هترككم مع العرض النوبي ومع فرقه براعم شمس النوبه. انتظرونا. أنا لا عشقت الغروب، أيوه، ولا عرفت الهروب، أيوه، أنا لا عشقت الغروب، أيوه، ولا عرفت الهروب، أيوه، حبك بيجري بدمي، وأنا لما عشق بدوب، يلا الله لون يا لون، لون يا لون لون، الله لون يا لون، لون يا لون لون، الله لون يا لون، لون يا لون لون، الله لون يا لون، لون يا لون لون. فجيرك ندى ناداني، شمس الصباح احضاني، فجيرك ندى ناداني، شمس الصباح احضاني، جايلك وانا عنواني فوق الجبين مكتوب، الله لون يا لون، لون يا لون لون، الله لون يا
شمسي يا شمس الضحى ده حكايتي متوضحة، شمسي يا شمس الضحى ده حكايتي متوضحة، اوعي تكون مروحة وانا ماشي في الطرق. اصراري مهما يطول انتظاري، في الظهر كان اصراري